تاني من نمبر 1 ومعاد حلقتنا الاسبوعيه مع نجم مصر كابتن رضا عبد العال اللي مشرفنا ومنورنا. الهاشتاج بتاعنا هو نمبر 1 رضا عبد العال، ابعتوا عليه كل الاسئله وكل حاجه انتوا عايزين الكابتن رضا عبد العال يسالنا عليها، هو موجود على الشاشه الهاشتاج بتاعنا. كابتن رضا عبد العال مشرفنا في الاستوديو، مساء الجمال. مساء الفل، اخبار معاك يا فندم؟ الحمد لله تمام، ازيك يا جي؟ بص، احنا قبل ما نتكلم في اي حاجه في الدوري المصري خلينا اسالك على جون ميسي، شفته؟ لا قول لي ميسي. اقول لك ميسي طول المباراه بالذات يعني بعد 5 دقايق من الشوط الثاني. انا مره قلت لك ميسي ومارادونا والمصنع قفل، حصل؟ حصل. فمحدش يجادل تاني بعد، محدش يراجع وراك. لا لا، محدش يجادل تاني ويقارنه باي حد من اللعيبه اللي موجوده. شفت السرور اللي عمله؟ انا شفت السرور وشفت الجون وشفت حاجات ترقيصات الحاجات الصغيره اللي عمال يتضرب فيها ويقوم ويتضرب فيها ويقوم. ده يعني في ناس بتقول لي كريستيانو، ماشي كريستيانو ده مع اللعيبه اللي هي موجوده دلوقتي جامد، بس مع اللعيبه اللي موجوده يقارن باي لعيب تاني. انما ميسي ده في كل حاجه، الباص، ترقيص، السرعه بالكوره، تغيير اتجاهات، بيلاعب. ده امبارح عامل واحده البيكيه الشوط الاولاني يا جدعان. ايه ده بيكيه اللي هو اصلا راجل مساك، شافوا امتى وحطها له امتى وقال له روح هات جون، وبكير اخر فكر نفسه ان هو فيرود عمال يعمل لي كده ويعمل لي كده. يا عم ده سواريز ما بيعرفش يعمل الكلام ده. لا 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 لا، حاجه صراحه صراحه، اللي يتكلم عليه وحش هيخش النار. من الاخر اللي يتكلم عليه وحش هيخش النار. مقتنع بفالفيردي المدير الفني اللي يا جدع ده ما عندوش فكر. الناس بقى هتقول لك ايه ده، اي مدرب في وجود ميسي الا جوارديولا. الا جوارديولا، صحيح. ليه بقى؟ لان جوارديولا هو اللي عمل له الطريقه دي، هو اللي عمل له الطبخه دي، واخد بالك؟ الحلقه اللي فاتت قلت لي انت كده يا عم ابراهيم لبستني في العنوان، وقلت لك انت كده خلاص لبست العنوان. هو ده اللي حصل فعلا. انا عارف. رضا عبد العال لعبت بطريقه جوارديولا قبليها ب7 سنين في بهتين، اقسم بالله، وما كنتش شفته ولا اعرفه، ولا هو كان ظاهر على الساحه، كان ساعتها ماسك ناشئين. بس ده فكر. ما هو انا بقول لك احنا مشكله المدربين اللي عندنا ما بيجددوش. انا مش قلت لك المره اللي فاتت عادل عبد الرحمن هيركب القطر؟ طب والله العظيم اتظلم، والله اتظلم يا ابراهيم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ على الاقل ده عايز يعمل حاجه في الكرات الثابته، عايز يعمل حاجه. القطر ده احنا اول مره نشوفه، صح؟ هو معمول اصلا في فرق اوروبيه كانت بتلعب بيه، بس هنا في مصر، انا بكلمك علينا في مصر، ماشي، واخد بالك؟ وهو رايح في ظروف صعبه جدا، وما كنتش بتريق عليه على فكره. بس انا عارف فكر الباشمهندس فرج عامر. طب عايز اقول لك، انا كنت بتكلم مع المهندس فرج عامر النهارده الصبح في الراديو، قال لي راجل محترم جدا جدا وبيشتغل بالورقه والقلم وبيبذل مجهود كبير جدا جدا.